نهاية الأسبوع الماضي ضج العراق بخبر الحكم على البلوجر أو الفاشينيستا أو الراقصة المعروفة بأم اللول بالسجن المؤبد في قضية مخدرات. هديل اللي معروفة باسم أم اللول كانت بدأت حياتها عارضة أزياء وبعدين اتجهت للرقص وصارت على مواقع التواصل تنزل فيديوهات اللي كثير من الأحيان كانت تثير الجدل، وكانت كمان أثارت الجدل من كم شهر لما طلع خبر أنه معاها جواز سفر دبلوماسي. الناس كثير احتجت وطلعت الداخلية ونفت الخبر في بيان، وبعدها على طول انحكم عليها بالسجن 4 أشهر بتهمة المحتوى الهابط على المنصات. وتفاجأت الناس لما فجأة طلع خبر الحكم عليها في قضية مخدرات وتساءلوا إيش اللي صار وكيف كذا، يعني من تهمة محتوى هابط لإتجار بالمخدرات، وحتى تداولوا بشكل واسع هذه الصورة اللي عشان نكون صريحين ما في جهة رسمية أكدت صحتها. طيب، فمن بعد الحكم الجديد اليوم بيان رسمي من المديرية العامة لشؤون المخدرات بيوضح تفاصيل القبض عليها ومحاكمتها. البيان كشف أن أم اللول تحت رقابتهم من بداية 2023 لما انمسك متهم بيشتغل في مركز تجميل في أربيل وبغداد وبينقل بينهم مخدرات، وانمسك متلبس بحيازة كيلوغرام من مادة الكريستال المخدر، ولقيوا مع وقتها هوية أحوال مدنية وجواز سفر باسم المدعوة هديل خالد، واعترف أنه هديل اللي هي أم اللول ومتهمة أخرى كانوا بينقلوا مع المخدرات وخلال عامي أو بينقلوا مع المخدرات خلال 2021 و2022، ووقتها صدر مذكرة قبض بحث أو قبض بحث بحق البنتين يعني. وتمر الأيام وفي أبريل الماضي ينقبض على أم اللول وتنحكم في قضية المحتوى الهابط وتدخل السجن لقضاء محكوميتها، وبالصدفة يتم التدقيق في بياناتها فيكتشفوا أنها مطلوبة في قضية مخدرات، فأحيلت للمحاكمة في الموضوع وتحقق معها واعترفت وانحكمت بالمؤبد، والحكم بانتظار مرحلة التمييز الآن. واللافت أكثر في بيان المديرية العامة للمخدرات أنه تبريرهم كيف ما تعرفوا على أم اللول من قبل، يعني بما أنها مطلوبة يعني، قال البيان أنه السبب أنه صورتها في الهوية مختلفة عن شكلها في الحقيقة.